أرحب يا حبيبي دوم والبدن والحلفي أدبها يديك لشخص حربها من جمالك وحسنك وزينك يا بدور الحلا فيك باهر والقصايد عليك استفاح زفات فرح للإنتاج والتوزيع الفني فارقة بالمحاسن لحالك هي عجمية ولا عليها مخملية ما يعلى عليها ما يليق الشعر غيرك يا القصايد تغسل عيونك يا بدور القمر من جمالك صار في وضع ما هو طبيعي قولي ان كان فيها تحسي اركدن ما خلق شخص قد لا حضرت العثرات لا كل عنك انت للإنتاج والتوزيع الفني أرحب يا حبيبة عربها والفتن والحلا في أدبها عايدي كل شخص حربها من جمالك وحسنك وزينك يا بدور الحلا في كباهر والقصايد عليك أوف أوف يا زينك اللي تظهر فارق قبل محاسن لحالك هي عجبك أركدن ما خلق شخص قدي لا حضرت العذارات لفت كل عنك انت موت بقهرها أبكي ما فيه قبلي وبعدي من هنا لين يوم القيام وابو حمد للإنتاج والتوزيع الفني على كل دير الكرم والفعايل كبيرة عشرة الوفا والحمية والإخوان الرجال لواي للطلبة والاستفسار أو من خارج المملكة 06-566-07-94 وستوديو زفات فرح.